أيضا كلام مهم دكتور محمود. ليس من مصلحة الصين أن تنتهي الحرب في أوكرانيا، هل تتفق مع هذا الكلام؟ لا 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 أتفق مع الصديق ياسر. الحقيقة أن الصين تريد أن تنتهي الحرب، هي كانت تتمنى أن تنتهي الحرب بسرعة بنجاح روسيا ولم يتحقق ذلك، وبالتالي الآن هي غير مستفيدة. صح تستفيد من شراء الغاز والنفط بتخفيضات، لكن إذا قسناها بالمفهوم الجيوسياسي والاقتصادي الكبير، كما قلت علاقاتها الاقتصادية مع الغرب هي عشرات أضعاف علاقاتها مع روسيا حجم التبادل التجاري، بالتالي يعني هي مصالحها مع الغرب وليس مع روسيا أكثر، ولا يعني استمرار خطر تعرضها للعقوبات نتيجة علاقاتها مع روسيا بسبب الوضع بأوكرانيا، وبالتالي هي ليس من مصلحتها استمرار العملية، لأن الخسائر قد تكون أكبر بكثير ويكون هناك خطر حتى على الاقتصاد الصيني. يعني الصين الآن أمام خيار، قد تكون روسيا قد طلبت منها تقديم مساعدات عسكرية مثلا، والغرب يتحدث كثيرا عن ذلك، أن الصين قد تقدم أو تقدم وليس هناك أدلة، ومن هذا الكلام تقدم أسلحة لروسيا. إذا بدأت الصين بدعم روسيا بالأسلحة فهذا تحول خطير جدا جدا في المشهد الأوكراني، وقد يؤدي إلى صراعات دولية بين أمريكا والصين حتى. بالتالي يعني الموضوع يعني الصين أمام خيارات صعبة وتحديات، بالتالي لذلك اقترحوا مبادرة السلام حتى يخرجوا من هذا المأزق. ليس من مصلحتهم استمرار الوضع على ما هو عليه، لأنه هذا قد ينفجر، قد يعطي أشياء غير متوقعة، لأنه الضغوطات على روسيا كثيرة، وآخرها قرار محكمة الجنايات الدولية بالأمر باعتقال الرئيس الروسي اتهامه بجرائم يعني أخذ الأطفال الأوكراني إلى روسيا ومن هالكلام. هذا موضوع له معنى سياسي ورمزي كبير، والصينيين يعني يشعروا أن هناك الغرب مستمر، وهناك ممكن يعملوا لجنة تحقيق دولية وإلى آخره. يعني المشهد في تدهور، هذا كله لا يبشر، لا يطمئن الجانب الصيني حقيقة. حتى بالنسبة لبوتين دكتور محمود، هل تراه يبحث عن مخرج صيني للورطة في أوكرانيا؟ هلا هو تصريحات الروسية، شوف الروس في ورطة في أوكرانيا، يعني لا يستطيعون التقدم، لا يستطيعون التراجع، واستمرار العمليات العسكرية هو أيضا استنزاف للطاقات الروسية من على مستوى الجنود، على مستوى المعدات العسكرية. لذلك هم يريدون حل، لكن الروس يطرحون بصراحة أنه أي مفاوضات نحن ما نحط عليها شروط، بس لازم أوكرانيا تعترف بالأمر الواقع، الواقع الجديد يعني يعترف. والصين أيضا بالمناسبة بالمبادرة طارحين هالنقطة، أنه وقف إطلاق النار. الأوكران يرفضون وقف إطلاق النار لسبب واحد، أنه قال إذا وقفنا إطلاق النار والروس ماخذين بعض المناطق الأوكرانية، فإنها روسيا ستثبت حالة في هذه المناطق، والأوكران لا يعترفون بالوجود الروسي في أراضيهم. بالتالي يعني المبادرة الصينية بحد ذاتها في أشكالات كبيرة من الجانب الأوكراني، وأيضا في إشكالات أخرى من الجانب الروسي، لأنه يؤكدوا على مبدأ سيادة الدول، وسيادة أوكرانيا يعني هي دولة معترف فيها بالأمم المتحدة، يعني شئت أم أبيت. التاريخ هذا له حديث آخر، يعني حقية من بهذه الأرض أو غيرها. بالتالي يعني الوضع في أوكرانيا قد يتطور ويتصاعد، وسمعنا التصريحات، عم نسمع تصريحات من سياسيين روس ومن مجلس دوما ومن إعلاميين، يعني يهددون بتدمير محكمة العدل الدولية مثلا بصاروخ قد يستغرق 8 دقائق مثلا. يعني في هناك إذا تم، والضغوطات الغربية على روسيا مستمرة، وإذا استمرت هذه الضغوطات قد تؤدي إلى أشياء لا نتوقعها، يعني وأولها ممكن استخدام السلاح النووي، يقول التكتيكي طبعا، ولكن هذا أيضا هو التكتيكي، هذا سيؤدي إلى كوارث كبيرة وردة فعل خطيرة من قبل الغرب على روسيا.